Hi, I am Qasem from Victoria College School. Today we have English class. اليوم رح ناخذ grammar. رح ناخذ عن F الشرطية. حنحكي عن الشرط الأول. First conditional. F بالعربي بشكل عام معناها إذا. هلا اليوم كل درسنا بما معنى إذا ربحت رحلة مجانية أو إذا فزت برحلة مجانية وين بدك تروح؟ هاي فكرة الدرس، مو صعب أبدا. افتحوا بيج 23، هاي الصفحة قدامكم، رح نشرح الجرامر الموجودة فيه. دائما أي جرامر عندنا حالتين، يا أما positive form اللي هي في الحالة الإيجابية بدون نفي، والnegative form اللي هي حالة النفي، إشي ما بدك إياه. نبدأ بالpositive form في الحالة الإيجابية. حكينا أول إشي if معناها بالعربي إذا. فكلمة إذا لحالها بتوحي لك إنه في شرط، صح؟ فناخذ مثال. أنا ما بدي أعجبكم بالستركتشر اللي هي present simple future simple وقبل الفاصلة وبعد الفاصلة، بدي تحفظوا نمط معين وتكرروا الأمثلة عليه. أول مثال رح ناخده: If I win a free trip, I will go to the UK. أول إشي UK هي اختصار ل United Kingdom اللي هي المملكة المتحدة بريطانيا. إذا فزت برحلة مجانية رح أروح على United Kingdom اللي هي بريطانيا. منشوف إحنا الجملة بتتكون من شقين. الشق الأول هو قبل الفاصلة، انتبهوا لازم أحط فاصلة بالنص بعد أول قسم. If I win a free trip بحط فاصلة بعدين بكمل. إذا أنا فزت برحلة مجانية شو بدي أعمل؟ I will go to the United Kingdom, the UK. إذا فزت بهاي الرحلة شو رح أعمل؟ رح أسافر أو رح أروح على بريطانيا، رح أذهب لبريطانيا. فبنلاحظ عشان بس يكون عندكم معلومة، I win هي أصلاً present simple يعني مضارع بسيط. I win عادي بتاخذوا السبجكت زي ما هو اللي هو I، بعد هالفعل بكون مجرد اللي هي win إني أفوز أو أربح. و if دائما بأول الجملة. If I win a free trip إذا فزت برحلة مجانية بعدين بحط فاصلة I will go to the United Kingdom the UK. I will go هاي هي بالمستقبل رح تاخذوها اللي هي اسلوب الفيوتشر سيمبل يعني المستقبل البسيط فيوتشر سيمبل. ليش؟ لانه اف بشكل عام فيرست كونديشنال اللي هي الشرط الاول بحكي عن اشي. وي يوز اف فيرست كونديشنال تو توك اباوت ثينجز ويتش مايت هابن ان ذا فيوتشر. نستخدم اف حتى نحكي عن اشي ممكن يصير بالمستقبل، ممكن يصير. هلا احنا ممكن نربح الرحلة بس ممكن برضه لا، بس قاعدين نحكي عن possible things يعني اشياء ممكن تصير. اذا ربحت الرحلة رح اروح على بريطانيا. نكمل امثلة بتفهم اكثر. ناخذ مثال ثاني. If I win a free trip اذا ربحت رحلة مجانية I will go to Spain رح اذهب لاسبانيا. هيك بلشنا نحفظ الستركتشر. اول اشي if وبعدين بتحط السبجكت اللي هو الاشي بدك تحكي عنه. بدك تحكي عن حالك بتحكي I. if I بعدين الفعل اللي هو win، موضوع درسنا اليوم كله على win. if I win a free trip هيك خلصنا الشق الاول، بنحط فاصلة بعدين نكمل. اذا ربحت رحلة مجانية شو رح يصير؟ I will go to Spain رح اذهب على اسبانيا. لاحظنا انه if I win a free trip دايما ثابتة اللي هي القسم الاول، بعد الفاصلة منحط I will go، هدول هاي الجملة ثابتة فاحفظوهم حفظ. if I win a free trip I will go to، بعدين بتحط اللي بدك اياه البلد اللي بدك اياها. I will go to Spain, I will go to Cyprus, I will go to the United States، بتحط البلد اللي بدك اياه. خلصنا إذا بدنا نحكي عن حالنا اللي هي I. طيب إذا بدي أحكي عن حدا ثاني يعني بدي أحكي عن ولد مثلا مذكر، ببدأ نفس الإشي if بعدين بدك تحط السبجكت الإشي بدك تحكي عنه اللي هو دان مثلا، اسم ولد اسمه دان.
than wins. بدي تركزوا بعد wins بنحط is. ليش؟ لأنه هي بنحكي قاعدين على present simple، يعني لازم نضيف بعد she or he أو أسماء، يعني دان، سلمى، ريم، أحمد، اللي بدك إياه لازم الفعل تضيف له اس. هاي بنحفظها حفظ، دائما الفعل بعد الأسماء أو بعد شي أو هي بحطه اس جنبه، بدخل حرف اس. if Dan wins a free trip he will go to Canada. إذا دان ربح رحلة مجانية أو فاز برحلة مجانية راح يروح على كندا. هي طبعا عائدة على دان، بترجع لدان، بدل ما اكتب دان اسمه مرة ثانية بكتب هي. فنحفظ if Dan wins a free trip نحط بعدها فاصلة، وين رح يروح؟ he will go to Canada. ناخذ مثال ثاني، if Selma wins a free trip she will go to Australia. Australia. إذا سلمى ربحت رحلة مجانية وين رح تروح؟ she will go to Australia. رح تروح على أستراليا. بتختار اللي بدك إياه، بتختار الاسم اللي بدك إياه، الشغلة يعني مرنة. خلصنا من البوزيتيف فورم، بدنا نيجي على النيجاتيف فورم اللي في حالة النفي. يعني إذا بدك تربح رحلة مجانية وين البلد اللي ما بدك تروحها، ما بتفضل تروحها؟ رح نحكي الشق الأول ما رح يتغير، رح يضل زي البوزيتيف. if I win a free trip بتحط فاصلة، I will not go to Egypt مثلا. إذا أنا ربحت رحلة مجانية ما رح أروح على مصر، فبس بضيف على will بحط جنبها not. دائما هتلاقوها بكتابكم will زائد not بتلاقوها won't، هيك بتنكتب. انا ما بحب الاختصارات، بفضل تكتبوا will not زي ما هي. if I win a free trip فاصلة I will not go to Egypt. لا تنسوش الكومة بين الجملتين. ناخذ مثال ثاني، if I win a free trip I will not go to South Africa. اذا ربحت رحلة مجانية ما رح اروح على South Africa. I will not go to South Africa. مثال كمان، if Reem wins، طلعوا رجعنا لحالة البوزيتيف، الشق الأول ما بتغير بس بحالة النفي will بتضيفوا عليها not. if Reem wins، ركزوا على S، a free trip comma she will not go to Brazil. إذا Reem ربحت رحلة مجانية أو فازت برحلة مجانية ما رح تروح على البرازيل. she will not go يعني هي ما رح تذهب. آخر مثال، if أحمد wins a free trip يعني إذا أحمد فاز برحلة مجانية he will not go to China. هو ما رح يروح على الصين، فشو بستخدم؟ he will not go، بس بتضيفه not. الدرس بسيط، اقرأوا الأمثلة أكثر وأكثر واحفظوهم، هيك تتدربوا. ما بدنا ندخل بستركتشر سيمبل باست فيوتشر فيوتشر سيمبل بريزنت سيمبل، كثير تخمه. فاحفظوا الأمثلة وقيسوا عليها نفس الولدان. That's it for today and thank you.